شو بلاك يا سعيد؟ خلني أشوف. لا تخاف، أدري بك متضايج وتتألم، لكن ما في شيء خطير. هذه الحبوب نسميها قرح الطرف الفم اللي تظهر من الزكام أو الحمى، ويسببها فيروس الهربس اللي يختلف عن الهربس التناسلي. أكثر من 60% من البالغين حول العالم يصابون بالتهاب يسببه هذا النوع من الهربس اللي يظهر عادة على طرف الشفاء، وغالبا يكون مكتسب من الطفولة. قرحة الفم تمر بعدة مراحل بين ظهورها والتئامها. المرحلة الأولى تظهر عند 46 إلى 60% من المرضى على شكل تنميل أو تنغيز، يستمر عادة يوم أو يومين قبل ظهور الحبوب اللي تكون مليانة بالماء، واللي طبعاً تكون وايد مؤلمة. أي. الله يعينك يا سعيد. على كل حال، هذا الالتهاب الفيروسي يلتئم عادة خلال 7 إلى 10 أيام. أول مرة الأعراض تكون بشكل حمى وألام في الفم أو الحلق ويع في الجسم، وتستمر القرحة لغاية 10 أيام تقريباً. هالحالة تأخذ وقتها وتخف، وعلاجها عادة بالمسكنات. لذلك يا سعيد بوصف لك على مسكن للآلام وكريم موضعي تحطه على الحبوب. قرحة الفم الفيروسية يبالها صبر وطولة بال. عساكم دوم صحة وسعادة.